ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندا المنشاوي الاجتماع الأول للوحدة الدائمة لحل مشكلة المستثمرين بالمجلس. وفي مستهل الاجتماع أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل من خلال الوحدة الدائمة على بذل كل الجهود الممكنة، ذلك من أجل الإسراع بإصدار التراخيص المطلوبة لإقامة مختلف المشروعات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس للحكومة بهذا الشأن. وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات الخاصة بأسلوب عمل وحدة حل مشكلة المستثمرين، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل بالخط الساخن والمنظومة الإلكترونية لتلقي الشكاوى الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وإلى البورصة المصرية، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعات طفيفة عند الإغلاق مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. فارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات بذلك عند مستوى 688.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10.462 نقطة، وأغلق عند 10.514 نقطة، مرتفعا بذلك بنسبة 0.5%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1.841 نقطة، وأغلق عند 1.843 نقطة، مرتفعا بذلك بنسبة 0.1%. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2.771 نقطة، ليغلق عند 2.775 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.2%. نذهب إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.35 للشراء و 18.43 للبيع. سجل اليورو 19.55 للشراء و 19.64 للبيع. وصل الاسترليني إلى 23.7 للشراء و 23.18 للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.99 للشراء و 5.2% للبيع. الريال السعودي سجل اليوم 4.89 للشراء و 4.91 للبيع. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط، حيث أدى الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وقلة الإمدادات وتراجع طفيف للدولار إلى دعم السوق. وسجلت عقود برنت عند التسوية 113.42 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 87 سنتا أو بنسبة 77%. سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 110.29 دولار للبرميل، مرتفعة سنت واحد أي 1%. أسعار المازوت تراجعت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى 3.6 دولار للتر. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.48% لتسجل نسبة 8.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أنهت الأسهم الأوروبية جلسة التداول على مكاسب وسط تحسن غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 1.3%، في حين صعدت الأسهم الألمانية بنسبة 1.4%. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية حوالي 2% في أعقاب صعود أسعار النفط والمعادن الصناعية. زادت أسهم البنوك بنسبة 2.3%. انتهت الوقفة الاقتصادية، وعودة مرة أخرى إلى أميمة ونهى. إليكم. شكرا جزيلا لك حكمة.